فتوى خميني ومجزرة السجناء في صيف 1988. خصص مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جزءاً كبيراً من تقريره عن الجرائم الوحشية لنظام الملالي لفتوى خميني في صيف عام 1988 وما تلاها من مذبحة للسجناء السياسيين بعد محاكمات صورية وخارج نطاق القضاء. ووفقاً للتقرير، فإن معظم الذين أعدموا كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، لكن المئات من المعارضين اليساريين للحكومة الإيرانية أعدموا من قبل لجان الموت نتيجة لفتوى خميني ودفنوا في مقابر جماعية لا تحمل علامات في جميع أنحاء إيران. ومن الجدير بالذكر أنه في مذبحة السجناء السياسيين في صيف عام 1988 والتي نفذت بناء على أوامر خميني، تم إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي، أكثر من 9% منهم أعضاء أو متعاطفون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ودفنوا في مقابر جماعية لا تحمل علامات. وفي جزء آخر من تقريره يناقش جويد رحنة إعدام السجناء بما في ذلك عدد كبير من الأطفال وكذلك السجينات، وبعضهن تعرضن للاعتداء الجنسي قبل إعدامهن. يشير جويد رحنة إلى أن الجرائم البربرية التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية هي أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في ذاكرتنا الحية، حيث ارتكب مسؤولون رفيع المستوى في الحكومة الإيرانية جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لما وطنيهما من خلال لا التخطيط ولا الشراكة بنشاط فيت نظيمها ولا أمر بها وارتكابها. ووفقاً للتقرير، على الرغم من الأدلة الوفيرة المتاحة، لا يزال مرتكبو هذه الجرائم يحتجزونهم في السلطة، ولم يكن المجتمع الدولي قادراً أو غير راغب في محاسبتهم، ولا يزال هؤلاء المجرمون يتمتعون بامتيازات حكومية وحصانة من العدالة والمساءلة للدولية. ويشير جويد رحنة إلى أن الناجين والشهود على هذه الجرائم لا يزالون يكافحون العواقب النفسية، وتواصل عائلات المختفين البحث عن أحبائهم، ويتوقع الضحايا والنجون من الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق العدالة ومحاسبة الجنات. في الجزء الأخير من تقريره يدعو جويد رحمن إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمعالجة الجرائم التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية في العقد الأول من وجودها ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها. كما دعا جويد رحمن الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الملاحقة الجنائية وإصدار أوامر اعتقال لمرتكبي والعقول المدبرة الجرائم البربرية في إيران.